موت يقبع في باطن الأرض ويهدد البشر والحجر، ويهدد حتى قوافل الإغاثة. هنا اليمن، حيث تتعدد سيناريوهات الموت وجميعها يشير في النهاية إلى الحوثي. مئات الآلاف، والأمم المتحدة تقول إنها بالملايين. فهنا ثمة خوف من الخطوة، وعملية معقدة للغاية لن تحل سريعا. اليمن وشبح الألغام. وليد محمد حسان هو ابن مدينة تعز اليمنية، متزوج وله 3 أولاد. كان الرجل مسالما يبحث عن العيش بهدوء مع عائلته في مدينته، لكن لغما واحدا غير حياته إلى الأبد. فبينما كان وليد يتفقد منزل أحد جيرانه الذين نزحوا هربا من الحرب، أصيب بلغم أرضي فبترت ساقه على الأثر. عندما انفجر اللغم شفت نفسي داخل كومة غبار سوداء، فلم أدري ماذا اللي حصل، إلى أن ثم أنظر إلى قدمي، أنظر في أن الرجل قد راحت، مقدمة الرجل والعظمة تهشم. عند ذلك الوقت أدركت أن الموقف صعب، وأن تم بتر قدمي، حتى أن أحد المسعفين وصل عندي وهو كان مصاب، كان في إصابة طلقة في رجلي، فلم يستطيع أن يحملني. أنا روحت البيت حسيت أن أنا مش ممكن أخرج بين الناس، حسيت أن أنا أعتبر مكتوب، أحس بأني ناقص في قدام الناس. كذا جلست فترة البيت أحس بحسرة وألم، وزاد لما الأطفال ينظرون إلي أن أنا عاجز، أن أنا مش ممكن أكون قبل ألعب معهم، أتحملهم، أمشي معهم. أحسك بأن أنا في حاجة ناقصة في حياتي. اليوم ورغم بتر ساقه، يعمل وليد كمتطوع في الهلال الأحمر اليمني، متحديا بذلك الظروف الصعبة التي يمر بها، وهو كان يعمل أصلا في مجال الإغاثة قبل أن يصاب بانفجار اللغم. بعد إصابتي باللغم الأرضي جلست فترة في البيت، أحد الزملاء قاموا بتشجيعي بعملية الخروج، وقالوا في عمل مع الهلال الأحمر اليمني، بما أدى كنت خرجت معهم في العمل الشغل، فكنت حوالي 8 أشهر أشتغل معهم في عملية توزيع رغيف العيش في المدينة، وكنت أشتغل وأنا مبتور القدم بدون رجل صناعي، كنت أمشي في بالعكاكيز، فجلست فترة طويلة بدون رجل صناعي وأنا أشتغل مع الهلال الأحمر في توزيع الإغاثات وتوزيع المساعدات، حتى أن أنا رجعت للهلال مركز كنز الهلال كان مدمر بأثر الحرب اللي دارها، فكان شبه مدمر كلي، يعني كان موقف عمله، كان عملنا كله عمل ميداني، يعني خروج يحتاج إلى الخروج والمشي، كان في صعوبة في عملية بل الحمد لله أتعدى كل المرحلة ذي وخرجت بين الناس وبدأت أمارس حياتي الطبيعية شيئا فشيء. قبل الإصابة كان يعيش وليد مع عائلته بشكل طبيعي، لكن الحرب يقول لم تبدل حياته فقط بل دمرت بلاده أيضا، فانقلب الوضع كليا، دمر المنزل، تأثر نفسي كبير جراء الأوضاع وتراجع الدخل المادي وغير ذلك الكثير. الآن أحاول الحمد لله بعد تركيب الطرف الصناعي أنا أحاول أمارس حياتي الطبيعية بقدر الإمكان، لأن مهما جلست بالبيت فما لحد الآن لا نستطيع تعيش، لن يوفر لك أحد لبيتك، ضروري أن تخرج تشتغل وتعمل، إذا لم تخرج فتستعيش بدون عائد مادي، وهذا يؤثر على حياة الأسرية وحياة الأطفال وأنا أحاول أمارس حياتي الطبيعية بشكل طبيعي. بعد الحرب خلت فترة الإصابة كان حالتي النفسية غير طبيعية، يعني كان أحس بنرفز سريع، أحس بضيق، أحس بلا، إلى أن تم تركيب طرف صناعي بدأت أمارس حياتي الطبيعية، بدأ حياتي مع أسرتي تعيد إلى ما كانت عليه سابقا بالتعامل والجلسة مع أولادي والضحك الألغام أو التفخيخ العشوائي هو الرعب الذي يحوم في اليمن، فمنذ مارس العام 2015 تحصد الألغام الأرضية أرواح اليمنيين، والبصمة تشير إلى إيران وحليفها الحوثي.
فاليمن ومنذ ما يقارب العقد من الزمن تحول إلى ساحة صراع لا تتوقف وحرب صنفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ بين الأزمات الإنسانية في العالم. انتشار الألغام في الأراضي وبين البيوت فاقم المأساة، لا سيما مع عدم الإمساك بطرف خيط يشير إلى أماكن توزعها، ما عقد عمليات الإزالة أكثر. اليمن ليس جديد العهد مع الألغام، بل إن القصة تعود بنا إلى ستينيات القرن الماضي، وذلك إبان الصراعات السياسية والعسكرية الطاحنة، وزادت زراعة الألغام في حرب المنطقة الوسطى في تسعينيات القرن الماضي. ورغم أنه كان أول بلد عربي ينهي عملية تحطيم مخزونه من الألغام، وذلك عندما وقع مطلع القرن الحالي على معاهدة أوتاوا لنزع الألغام التي تنص على تحريم زرع وصناعة واستيراد الألغام بشكل كامل، إلا أن عودة الصراع منذ العام 2011 واحتدامه العام 2014 أعاد قصة الألغام إلى الواجهة. فمنذ اقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء العام 2014 وحتى إعلان هدنة وقف إطلاق النار العام 2022، زرعت جماعة الحوثي مئات الآلاف من الألغام في أماكن الاشتباك وحتى داخل المدن والقرى التي سبق أن دخلت إليها، وذلك بشكل عشوائي، والهدف الرئيسي حصد أكبر عدد ممكن من الأرواح. الأمر الأكثر سوءاً أنه لا توجد خرائط واضحة لتوزع تلك الألغام، وتتصدر اليمن قائمة دول العالم الأكثر تعرضاً لحوادث انفجار الألغام في العام 2018. بحسب مصادر يمنية، فإن جماعة الحوثي زرعت الألغام في مختلف المحافظات اليمنية التي تشهد كثافة سكانية مثل مأرب والجو شمالاً، تعز وعدن جنوباً، إضافة إلى الحديدة وحجة، وحتى على شواطئ البحر الأحمر، حيث توزعت ألغام الحوثي ما بين البر والبحر. وقد تم استخدام تقنيات يتم من خلالها التحايل على شكل اللغم بحيث يتماشى تماماً مع طبيعة المكان، بحيث لا يشعر به أحد أيضاً. الأمم المتحدة قالت أوساط العام 2023 إن ملايين الألغام التي زرعت في اليمن منذ اندلاع الصراع تعرقل وصول المساعدات إلى مستحقيها. وفي سبتمبر العام 2022 أشار برنامج المرصد اليمني لنزع الألغام إلى أنه وثق منذ تأسيسه منتصف العام 2019 وحتى مايو 2022 مقتل 370 مدنياً جراء الألغام والعبوات التي زرعها الحوثيون والقذائف من مخلفات الحرب. كما وثق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في السنوات الست الماضية سقوط أكثر من 1929 قتيلاً مدنياً، تدمير وتضرر أكثر من 2872 منشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك نتيجة لاستخدام الألغام المضادة للأفراد والمضادة للمركبات أيضاً. كما أن تلك الألغام كانت سبباً لمنع رزق مئات العوائل، حيث زرعت الألغام بالألاف في أماكن الرعي والزراعة، وفي الوقت نفسه تسببت بمقتل وإصابة العشرات من العاملين في تلك القطاعات، ما جعل العمل فيها رغم بسطتها عملاً محفوفاً بالمخاطر. لكن في الحقيقة لم تتسبب الألغام في تغيير حياة المزارعين والعاملين في الأراضي المفتوحة فقط، بل حتى أثرت سلباً على العاملين في القطاعات المختلفة داخل المدن اليمنية. قصة وليد واحدة من آلاف القصص المأساوية التي نتجت عن نشر الألغام في اليمن، وما يفاقم الخطر أكثر هو غياب الخرائط الواضحة لأماكن زرعها وتوزعها، والتي تطرح العديد من علامات الاستفهام تنتهي باستنتاج واضح مفاده أن إيران وضعت بصمتها هنا. فطريقة زرع الألغام وحتى توزيعها بنقاط تحصد أكبر عدد من الأرواح تشير إلى الطريقة نفسها التي تستخدمها إيران وميليشياتها مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. وقد جاءت تأكيدات على لسان مسؤولين يمنيين، حيث سبق أن ذكر رئيس عمليات المقاومة الوطنية العميد ركن عبد الرحمن السامعي، والذي أشرف على كشف شبكة ألغام في البحر الأحمر التي كانت مثبتة بقاع البحر بكابلات خاصة ضمن أرخبيل حنيش، وأكد حينها أن المزيد من الشبكات تتواجد في المنطقة وجميعها تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني وخبراء حزب الله اللبناني. وفي أكتوبر العام الجاري قال وزير الدفاع اليمني الركن محسن الداعري إن ميليشيات إيران حولت اليمن إلى أكبر حقل موبوء بالألغام، حيث زرعت الألغام في المدن والطرقات وحتى في المدارس والمزارع والأحياء السكنية، وذلك في تحد واضح للقانون الدولي الإنساني.
السعودية كانت من الدول السباقة في مساعدة اليمن في حل تلك المعضلة، وذلك من خلال إطلاق مشروع مسام لنزع الألغام، وقد تم حينها تفكيك نحو 500,000 لغم في اليمن. لكن تعنت الحوثي بتسليم خرائط الألغام وطريقة زرعها الخبيثة تعيق عملية التطهير بشكل سريع. الألغام منذ عشرات السنين صنفت على أنها القاتل الصامت للمدنيين خلال وبعد الحروب، حيث كثر استخدامها كتكتيك عسكري لمنع تقدم القوات المعادية أو حتى إيقاع الخسائر في صفوفها، لكنها في الحقيقة دائما ما تبقى مزروعة وتهدد حياة المدنيين على وجه الخصوص. فمع تطور الأدوات العسكرية باتت الجيوش تمتلك مضادات للألغام تمكنها من اجتياز حقول الألغام والسيطرة على المناطق، لكنها في الوقت ذاته تترك العشرات بل المئات وحتى الألاف من هذه الألغام متناثرة في كل مكان لتحصد في النهاية أرواح المدنيين الأبرياء فقط. وتقدر المنظمة الأممية أن أكثر من 100,000,000 لغم مزروع حول العالم، 40% في منطقتنا العربية بالتحديد، وتحتل دولتا اليمن والعراق صدارة القائمة، بالإضافة إلى دول تعاني نزاعات كبيرة وطاحنة مثل سوريا وليبيا. وحتى اليوم ورغم دعوات المنظمة الأممية المتكررة للتخلي عن زراعة الألغام وتسليم خرائط زراعتها لها، إلا أن عمليات دفن ذلك القاتل مستمرة، خصوصا لدى الجماعات التابعة لإيران التي تتبنى ذلك المبدأ بشكل مباشر، حيث ترى في الأماكن التي تنسحب منها مصيدة مناسبة لأعدائها، مع الإشارة إلى أن إيران من الدول الأكثر تصنيعا لذلك السلاح، ما سهل على الحوثي زرع ذلك الكم الهائل من الألغام في اليمن. We'll be right back.